خلينا نفهم من الاول او نشرح يا باشمهندس برضو الساده المشاهدين، بنتكلم عن المنتخب المصري للاولمبيات الخاص لكره القدم النسائيه، ممكن يعني نتكلم نفهم. اكتر عشان طيب، مش كل الناس عندها اولا معلومه. الاولمبيات الخاص، احنا في ثلاث انواع من الاولمبيات بتلعبوا في العالم. الاولمبيات العاديه بتاعت الاصحاء اللي احنا عارفينها كل اربع سنين، وبعدين في البارالمبيك دي لذوي الاعاقه الجسديه. ايوه. ثالث واحده هي السبيشال اولمبيكس، ودي مؤسسه عالميه بتعتني بذوي الاعاقه الذهنيه. فالاولمبيات الخاص متخصصه في الاعاقه الذهنيه، مش الاعاقه الجسديه. الاعاقات الذهنيه ليها تصنيفات بقى. لها خمس درجات، بتبدا من صعوبه التعلم للتوحد، وبتتدرج لحد ما توصل للاعاقه الكامله، اللي هي زي بنسموهم يعني داون سيندروم، اللي هم الاطفال اللي هم عندهم متلازمه داون. ده بالنسبه لنا احنا كاولمبيات خاص مسؤولين عن الرياضه بتاعه الاولمبيات الخاص. بس كمان الاولمبيات الخاص مختلفه عن بقيه المؤسسات، انها كمان بترعى الولاد دول اجتماعيا وصحيا واسريا. يعني احنا بنبقى بنعمل يعني دعم كامل سواء للولاد، احنا بنعمل كل ثلاث شهور كشف طبي على سبع حاجات لغير القادرين من ذوي الاعاقه الذهنيه اللي بيجوا عندنا من الاعاقات من المدارس الفكريه. عندنا اولمبياد بتتلعب كل اربع سنين. الاولمبياد هتتلعب السنه الجايه في برلين. السنه اللي اخر مره اتلعبت في 2019 كانت في ابو ظبي، وكانت اول مره دوله عربيه تستضيف الاولمبياد. بس ليه مش ملقى على الصنف ده تحديدا من الدورات الاولمبيه الضوء كما هو ملقى على الدورات البارالمبيه مثلا؟ عشان اقول لحضرتك ان البارالمبيه بتتلعب بعد الاولمبيه على طول، في نفس التوقيت وفي نفس المدينه. السبيشال اولمبيكس بتتلعب كل اربع سنين في النص، يعني انت بيحصل عندك الاولمبيات العاديه والبارالمبيك بيحصلوا مع بعض. فالبارالمبيك بتاخد يعني فوكس اكتر. بعد سنتين بنلعب الاولمبيات الخاصه اللي هي ذوي الاعاقه الذهنيه. هنلعب في برلين ان شاء الله، عندنا فرقه كبيره رايحه 120 في حوالي 14 لعبه، فده حاجه. اما كاس العالم بقى، بس قبل ما نروح لكاس العالم، هل الموضوع بس الفرق ان التوقيت ولا في الحصول على الميداليات هو الفرق بين البارالمبيكس؟ لا، مفيش فرق في الميداليات، ولكن هو البارالمبيك اقدم. اوكي. يعني البارالمبيك مؤسسه اقدم من السبيشال اولمبيكس، يمكن عشان كده برضه سنه 68، لكن البارالمبيك كانت قبلينا، وعشان كده حتى هم اللي اتفقوا ان هم يلعبوا في نفس التوقيت بتاع الاولمبيات بعديها مباشره. يعني بتخلص الاولمبيات العالميه بعديها على طول البارالمبيك في نفس الملاعب وفي نفس كل حاجه. اوكي. الاولمبيات الخاص بدات الحقيقه تم انشائها سنه 68، احتفلنا في 2018 بمرور 50 سنه على مستوى العالم. كاس العالم احنا بنلعب كاس العالم للرجال والسيدات كل اربع سنين برضه. 2018 كنا بنلعب في شيكاغو، والحمد لله خدنا برضو ميداليه برونزيه. كانت فاطمه مع حضرتك؟ لا، فاطمه ما كانتش معانا. كانت لسه صغننه. كانت لسه صغيره بقى، ما كانتش معانا. هي هتحكي لنا عن الميداليه وكله، هنجي لها دلوقتي. ففي 2018 احنا خدنا بطوله المنطقه، بيحصل زي اي كاس عالم، بنصفي على مستوى ميدل ايست او يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فاخدنا مركز اول ومثلنا الريجون او المنطقه بتاعتنا في كاس العالم 2018 للسيدات. خدنا ميداليه برونزيه، وكانت الحقيقه النتائج بتاعتنا كانت خرافيه لدرجه ان المحطات الامريكيه كلها كانت بتسجل معانا. الله، يعني حلو. لك مصر فيها رياضه لذوي الاعاقه للسيدات. فكانوا يعني ايه، بيقول لك معقوله؟ خسرنا ماتش واحد بالبرازيل في قبل النهائي، وخدنا ميداليه برونزيه. السيد الرئيس الحقيقه لما رجعنا كرمنا كلنا البعثه، وادانا نوت الرياضه من الدرجه الثالثه. وكانت الحقيقه حاجه جميله جدا ان الرئيس يكرم الاولاد البنات يعني اللي معانا، ويقف يتكلم معاهم ويسلم عليهم. طبعا. وانت ايه الرئيس بقى يا فاطمه؟ لا، ما كانش معانا في 2018. ما كانش اليوم ده والله. لا، احنا في 2018 بقى، بحكي على 2018. 2018 انا فاكر اخر ميداليه برونزيه. المره دي بقى احنا لسه راجعين من امريكا. كانت بتتلعب في ديترويت، وبرده خدنا مركز ثالث. كان نفسنا يعني ناخد ثاني ولا حاجه، بس الحمد لله ملحوقه. خسرنا الماتش بتاع قبل النهائي، خسرناه بضربات الجزاء، كان مع كوستاريكا. والحقيقه كوستاريكا هي اللي خدت الكاس، فاحنا يعني ايه. والمره اللي فاتت خسرنا في قبل النهائي من البرازيل، والبرازيل اللي خدت هو الكاس. هو اللاتنز عامه مسيطرين. يعني عايز اقول لحضرتك الفرقه بتاعت البرازيل السنه اللي فاتت مش ممكن تقولي ان هو الظاهر بيتولدوا بيلعبوا كوره. هم جيناتهم مش طبيعيه. بجد صحيح فعلا. صحيح. يعني احنا المره اللي فاتت في
في الادوار التمهيديه غلبنا الهند 4-0، غلبنا كوريا، بارقام كانت حلوه جدا. جينا عند البرازيل خسرنا 2-1، وده كويس يعني، واحنا اللي كنا مسجلين الاول. بس الحقيقه زي ما حضرتك بتقولي امريكا يعني، احنا كان معانا كوستاريكا المره دي، كان معانا غواتيمالا، كان معانا بلاد كلها وصلت للتصفيات الحقيقه يعني. فالحقيقه احنا كمان كفريق مصري خدنا يعني، مثلنا مصر بشكل كويس جدا. المحطات الامريكيه برضو عشان دايما بيستغربوا، معقوله مصر فيها رياضه لذوي الاعاقه للسيدات؟ اقول لهم طبعا فيها، وفيها زي ما انتم شايفين كده.